خوفك هي صبح كلهم ونكسن أصحاب تينا مروا البودوني دك جوكتان ويوتيوب جنال كيني كينج ام دي اوفيشال بلوين كي دمبي هو ده وان كمغنين او علادو ايا ينهيستي بلسي امين كايا ديبو صولاواني افضلا لايك تينو سو دويا سيدا عوان كمو خال كانا دو جيدان وحا مو خال كينو مان تغوكو سابسين يحي كينج عايدا يو كوين كوكو محاميشان كدعي دونا سيدي اي وحنا قون دونا مقالك قديسة ايان وحو البكوغان دونا ايه كوسو دوادا مقالك نمانتا محلا وادورن كرعي دا اصحاب الملاكي محلا شاكدا سيدي راهز با محلا وادورن كرعي دا اصحاب الملاكي محلا شاكدا سيدي راهز با ويهي دوديال اسكسو نقود ونكسن مقال كيني ايان سيكو دا جيري دون اي هدوه وهاي سومالي دو كوما حمادا وحبا سالق له مفاهمين شاكدا ماشاان كسو قطا بلسيه مدوين كي ودن بيه وحا سوشل ميديا ليس لحق هذي مقالو دبعان انبادن وقت اللي جيلي كوا او عدين ايا إن لبداني قف وكينج عايدة يوليبا كوين كوكو أي إزجاد جاد إسكو هايان واسدادتك أي هذا الكوديغا ياني مدوين كي دنبي موقالة داس أي قبصدي مال والبا أو سوشيال ميديا أو سوماريدو أي استعماشو هدب الدواده مانتا أما عاوة هدبحي لغا يكوتاهي أسد حاجيو وآه سومالي نمبر ون يوتيوبر أي وحاو سميهي موقال ودبعا كوكو يوتيوب كا سوف ديسي كدبنا كينج عايدة يويل كاله أيو وحاو كعصد كوكو إن دوخي دا أي كلا ده بحضو أدبا سيدا بلاوغا موقال كا أدبعا كوسو داواتين كوكو وحا أي نو أما علامة الديد مدى أي أطاواتي كينج عايدة ومدوين كي دنبه دبعان لو حماني إنكستو أو مقالو أي صوض الدوبين لبدو دا مدبقونينا وصيدو كالموقالو سو دوبي أي كو عدين إن لبداني قف أي صوح بك دهين أي أحدنا كوكو وحاي لا دهي عايدة ماهن دوقيغا نمان كان أنيقو كهلو سيدا نمان تينان دبعان لوو دسوعنو أصحاب تا إديتنكا آدكا وقفيا عنا أي دبعان جعليين لبادان يقف دبعان آديا داي سوسو بحيان وادي لغاها اللوه دانكا دبعان لماانها وادي أي وح كدهيان انتبا دبادان أي وحي ليين لبادان قف وح واي كدهيان بلسيه مدونيان إن بلشدا أي أصو بندقان هذا بداوضها مقال كينا نداونا يو وحان كاعد صالحين ان كوميتيا هذا بعان نقول السوو داكتي سيدا اما شاي كذان وحا عاد هذا وكا آمين سنتهي مقال كا انت او سعودي على مدى النوضنا اي اطابتي كينج عايدا كوكو ايا هذا بعان وحا اي كيابيسي اسد حاجيو وحين اسد اي كون قطيتا ميت لما فيلانا إن كوكو أي دعضو نو كاميهل عيدا وليابي أفكا أيو قبصدي وحونا كوكو ويدي سببتا دبعا أي كينج عيدا نو وطابتي أما كاميهل أيو دهدي كوكو ودبعا ينا إزدفاع إيسا وحي أسد
iskaga difaacday in muuqaalka aysan ka mid ahayn sababaha qofka loo jeclaaday ama yes loo dhahay in la isweydiiyo ama sababaha noo qofka loo dhahay in la isweydiiyo in mowduuca ay dabcan ka baxsan tahay. Sidoo kale dawdayaal xan hoose oo dhanka iyo maleysiya aan ka maqlayana waxa ay dabcan sheegaysaa in labadan qof ay si hoos hoos iskula socdaan, kinga ayadana hal sano ay jaamacadda uga dhiman tahay kadibna labadan qof ay dabcan banaanka issoo dhigi doonaan. Waa sida aan dad xog ogaal ah aan ka soo xigtay, balse ma idin dhahayo caddeyn ayaan u hayaa ama waan idiin xaqiijinayaa. Idinma dhahayo, balse wax weliba dabcan waqtigooda ayay imaan doonaan. Waana sugnaa insha allah sheekadan halka ay ku dhammaan doonto. Midba muuqaal ayuu gooni u soo duubay, waxa uuna sheegay in qofka kale uu yahay walaalkii ama walaashiis, waxna dabcan aysan ka dhexaynin waxyaabaha social media laisla dhex wadana ayyiin wax dadka dabcan views ama like looga baahan yahay. Oo halkaa waxay leeyihiin dadka ayaa lagu tuugsanayaa si muuqaalada like loo dhaho, sidoo kalena waxaa soo badanaya ciwaano dabcan laga soo gaabiyey magacyada labadani qof ka sheekeynayno oo kala ah Aida iyo weliba Coco. Magacyada caan baxay ee labadaasi qof ama ciwaanada caan baxay ee labadaasi qof magacooda laga sameeyeyna waxaa ka mid ah Aiko oo ah dabcan Aiko oo Aida laga soo gaabiyey Aida, da'diina halkaa laga bixiyey laguna tabay Ko oo ah magaca Coco. Coco ayaa kasoo muuqatay YouTube-ka iyada oo dabcan dadka ka codsanaysa in muuqaalada caynkaasi ah ay joojiyaan, labadan qofna aysan dib dhexdooda ka shidin si ay u sii ahaadaan dad walaalo ah, dad mataano ah. Muuqaallo aad wanaagsan soo jiidasho lehna ay dadka u soo gudbiyaan. Coco aad ayuu u xanaaqday oo muuqaalada caynkaasi ahna way ka xanaaqday, balse daawadayaal dadka muuqaaladan sameeya haddii ay videogan daawanayaan waxaan ka codsan lahayn in labadani qof ay geb ka dhahaan. Haddii dabcan ay wax uun soo baxaana dib dambe ayaan ku ogaan doonaa haddii la eegmo, balse Coco aad ayuu uga xanaaqday muuqaalada caynkaani ah oo meel walba dabcan la wadwado, welibana TikTok-ka meel walba aad gasho muuqaaladani way yaalaan. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeenii maanta intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo ama aan ku hakiyo, waxaana muuqaalkeena maanta aan ku soo qaadanay Queen Coco iyo weliba Kinga Aida muuqaalkii ugu dambeeyey ee YouTube-ka dabcan ay soo dhigeen, iyadoo Coco-na ay kala xulinaysay wiilal Soomaaliyeed oo dabcan YouTube-ka caanka. Balse muuqaalka qaybtiisa soo jiidasho lahayd ayaa waxa ay tahay in Coco ay dhahday, "Aida, anigu kama helinayahow stylekaaga, labiskaaga, intaba kuma haysto, ee noo ayaan kuu taabanayaa ama calaamada guduudan." Haddaba daawadayaal, insha allah muuqaalkiin intaa ayaan ku hakiyey. Waxaan idinka codsan lahayn in muuqaalka aad like inoo dhahdo si dad badani ay u daawadaan. Haddii aad ku cusub tahay YouTube-keennana fadlan subscribe inoo taabo si dad badan dabcan aan u hiigsano 50,000 oo qof oo halkan aan ku midowno. Commentigana dabcan waxaad nagula soo wadaagtaa Queen Coco iyo Kinga Aida iyo calaamada guduudan ama cas ee lofta. Intaan dib u kulmi doono muuqaal kan ka xiisa badan, waxaan gudahanteen daawadayaal idinku macsalaameynayaa ama idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah. Muddooyinkii dambe cillado ayaa naga haystay dhanka YouTube-ka, sida ayaana bilooyin badan aan halkan uga maqneen oo muuqaal aan usoo gelin, balse iminka alxamdulilah ciladihii waan xalinay oo iminka iyo wixii ka bilowdo muuqaaladeenna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa ama aad u heli doontaan si joogta.
أدين كان فضل وحنيد كعود صليحين نلقى آد إن نغسو قادان مقالدان اللايك أدينو دادان أدي أدو ما سنتين تن إيو مقال كان هيغا وحنيد كدافينا سيدا عص إيو نبات جليو.